ما اليوم كانت المحكمة مقررة أنها تدخل في موضوع النزيرة، إلا وأن إحنا كنا طعنا بالاستئناف في القرار ديالها اللي قررت في الاختصاص، أن اللي قررت من خلاله انعقاد اختصاصها النوعي. على ذلك الأساس كنا طلبنا من المحكمة أنها توقف البث إلى حين البث في هذاك الطعن. انسحبت المحكمة المداولة، رجعت ورفضت لنا الطعن هذا. ثم كاين شي وثائق تلات بها النيابة العامة اللي عبارة على مقتطفات من تقرير المجلس الأعلى للحسابات. واش كنقراو ديك الوثائق كتلقى بأن كيقول لك تقرير ديال 2017 مثلا، وكتلقى صفحة 28 ثم صفحة 89 ثم عاوتاني ديال 2018 كتلقى صفحة 29 وصفحة 8. الوثيقة ناقصة مبتورة. فاحنا اعتبرنا بان داك تغيير الحقيقه، بالاخص بان كاين واحد التقارير ديال 2021 و22 واللي تنشروا في 22 و23 اللي كتاكد بان راه الوضعيه ديال الحزب سليمه تجاه الخزينه العامه، وان الفلوس رجعات، وان كاين اتفاق، وان الامر بالتالي فهو مجرد نزاع مدني. هذوك التقارير النيابه العامه عمرها ما جابتهم، كيتناقضوا مع الوثائق اللي دلات بهم، وثائق مبثوره وغير مرتبه. فهذا اعتبرنا تغيير الحقيقة في القانون الجنائي كيتعتبر زور. في إطار القانوني وإطار في إطار المقتضى ديال المسطرة الجنائية، تقدمنا بإنذار للنيابة العامة، إنذار بالزور الفرعي، نقولوا لها واش هذيك الوثيقة باقا متمسكة فيها أولا كتسحبها. السيد الوكيل العام قال لك أنا كنتمسك بجميع الوثائق اللي عندي في الملف، فبالتالي على المحكمة لأننا تبتنا في هذه الوثائق واش تحيدهم ولا تخليهم في الملف. الان ترفعت الجلسه للاستراحه والصلاه والغداء، غادي ترجع الهيئه مع الثلاثه لمواصله المناقشه. وانا دا كنشوفوا الموقف ديال المحكمه من بشان طلب ديال الطعن بالزور الفرعي. الى حد الان يمكن نقول لكم بان جميع الطلبات اللي كانت قدموا بها مآلها الرفض. هي محكمة كتداول ومن حقها تاخذ القرار اللي بغات، ولكن القرار خصو يكون بشرط ان يكون مبني على معلل قانونا. ولكن غير انا باقي ما عرفناش التعليل، ولكن انا كنقول غير احصائيا، لان غير احصائيا الفرنسي يقول لك ستاتيستيكمون ما يمكنش يكون عندك 100% ديال الفشل. فاحصائيا الناقب زيان منذ 2015 ولا لا عفوا 2018 منذ توليه دفاعا مناضلين حراك الريف، وفين ما كيتقدم بشي طلب ولا فين ما كيكون مواجه بشي دعوه ولا فين كاع الدعاوي اللي واجه وكاع الدعاوي اللي قدمها، اذا كان هو كيدعي كاين الرفض، واذا كانوا هما داعيينه كتقبل. عاوتاني الاحصائيات ديما عندها عطيه 100% 100% ضد الزيان. شكون الاستاذ كان؟ لا ما عنده حتى شي تعليق. الاستاذ بارد كيتسنى يدخلوا في الجوهر. فيما يخص الدفعات الشكليه وهذا الموكل يمكن له يدخل، ولكن بون اجراء بصفه استثنائيه. ولكن فيما يخص الاجراءات والدفعات الشكليه غالبا المحامي هو اللي كياخذ الكلمه، لانه نقاش قانوني. علاش بديتوا انتم هذه القضيه ديال الطعن في المسطره الشكليه؟ شنو اللي بان لكم يعني ما طبقش القانون؟ لا، اولا حنا كنا كندويو على الاختصاص المحكمه، حنا كندويو على تدقيق الحسابات ديال الاحزاب السياسيه. عندنا الماده 147 من الدستور اللي كتشير بان الاختصاص للبث في تدقيق ومعالجه ومراقبه الحسابات الاحزاب السياسيه من اختصاص المجلس الاعلى للحسابات. القانون المنظم للاحزاب السياسيه واضح في المادة 45 ديالو الفقرة الأخيرة، كتقول إذا كاين اختلالات فرئيس الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات هو الذي يحيل الملف على الوكيل العام محكمة النقد بصفته رئيس النيابة العامة للقيام ما يراه مناسبا. ما يمكنش الضابطة القضائية ولا النيابة العامة العادية تبدا تفحص وتدقق الحسابات ديال الأحزاب السياسية ماشي من اختصاصها. المحكمة ما يمكنلاش تبدا تناقش وتدقق معنا الحسابات ديال الأحزاب السياسية، لأن اختصاص محكمة أخرى هي المجلس الأعلى للحسابات.
فما يمكنلكش تجي على اساس وثائق ولا دراسات او معالجات تمت من طرف جهه غير مختصه وتنظر فيها واحد الجهه اللي هي غير مختصه. وكنتكلموا على ماشي على محكمه عاديه، كنتكلموا على هيئه دستوريه المجلس على الحسابات رد الدستور اللي داروا. فبالتالي كنعتبروا بان هذه المحكمه غير مختصه باش تكلم لنا، وثانيا خص واحد الاحاله تجي من المجلس على الحسابات والمتابع، هذاك الشرط الاساسي. ما عندكمش الاحاله، علاش تبعتوا هذا السيد؟ علاش غادي نبدا المحكمه ماشي؟ لا انا بالنسبه ليا ما عندكش الاحاله ديال المجلس على الحسابات، ما يمكنلكش تتابع الشخص. واضح فيما يخص الاحزاب السياسيه، لان فيما يخص باقي الجهات البلديات والجهات هذوك اللي عندهم قوانين ديالهم عاديه، هذا راه قانون تنظيمي والدستور يقر على ان الاحزاب السياسيه كيخضعوا للمراقبه ديال 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 المجلس على الحسابات. فلزوما خاص تكون الاحاله ديال المجلس على الحسابات، هذا احتراما للديمقراطيه. راه كنتكلموا على احزاب، كنتكلموا على احزاب اللي غدا غادي يمثلوا الشعب في السلطه التشريعيه، فما يمكنش ان تكون سلطه قضائيه ولو انها مؤسسه دستوريا وتكون عندها الرقابه على السلطه منتخبه. ما يمكنش سلطه معينه تولي كتراقب السلطه المنتخبه. واذا جيتوا في الدستور اول بعد جلاله الملك طبعا، اول سلطه كيتكلم عليها الدستور وكينظمها هي السلطه التشريعيه، يعني عطيها واحد الاولويه واحد الاسبقيه على السلطات الاخرين، ولان كتجي من انتخابات السياده الوطنيه راه الدستور كيقول بانها يمارسها الشعب عن طريق الاستفتاء او بواسطه النواب ديالو. النواب منين كيجيو؟ من الاحزاب. فبالتالي الاحزاب عندهم واحد 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 الحمايه اضافيه باش كنحميو شويه الديمقراطيه. هذا هو المبدا، هكا كنشوف، هذه هي قراءتي. المحكمه مشات في هذا الاتجاه، حنا غادي نشوفوا الهيئه ديال الاستئناف اش غادي تقرر في هذا الجانب هذا. ولا أيين، في آخر المطاف اللي كتبها الله هي اللي غتكون.